بعد مرور أكثر من 15 عاماً على هجمات 11 من سبتمبر لعام 2001، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على مقتل أسامة بن لادن العقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر، أين هو تنظيم القاعدة اليوم؟ وهل لا يزال موجوداً؟ تأكيد ما تزال موجودة، موجود الأمين العام لها وهو أيمن الظواهري خليفة أسامة بن لادن، موجود نائب الأمين العام وهو أحمد أبو الخير، موجودين هؤلاء في الحدود الباكستانية الأفغانية ويمارسون تنسيقهم مع بقايا فروع القاعدة، سواء كان في شبه الجزيرة العربية أو في دول المغرب العربي أو في أفريقيا أو في اليمن. تأسس تنظيم القاعدة في عام 1987 على يد عبد الله عزام وتلميذه أسامة بن لادن بعد تفجيرات السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا في عام 1998. ذاع صيت التنظيم في العالم وبدأت أصابع الاتهام تشير إلى القاعدة. ومن بعدها توالت الهجمات في أرجاء العالم، ابتداء من الدار البيضاء في المغرب مرورا بالعاصمة الإسبانية مدريد وصولا إلى لندن، وأخيرا الهجوم على جريدة شارلي إبدو في باريس، والذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه من خلال شريط فيديو مصور. أن تزامن مع هذه العملية. وبعد هجوم 11 من سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية العزم على تدمير التنظيم وبدأت بالتدخل العسكري في أفغانستان. السفير السابق للعراق لدى الجامعة العربية في القاهرة يفسر الأمر قائلا: العدو الأساسي للقاعدة هو داعش، لأن خرج عن سيطرتها، ولكنما ينبغي أن نعلم أن داعش أو النصرة أو حتى التنظيمات الإرهابية الأخرى، باكو حرام أو كل التنظيمات الأخرى، تسترشد بما يقوله أسامة بن لادن. هذا معناه، وحتى البغدادي يصرحون بتعاليم أسامة بن لادن، يختلفون مع أمن الظواهري ولكنهم يتفقون مع الأب الروحي للقاعدة. إلى الانتفاف. بعد وفاة بن لادن تولى أيمن الظواهري زمام الأمور داخل التنظيم، وبدأ التنظيم في إطلاق تصريحات من فترة إلى أخرى دون المشاركة الفعلية في أي عمل إرهابي، وبذلك استقل تنظيم داعش عن تنظيم القاعدة، وأصبح تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفي بلاد المغرب الإسلامي يستقلان في اتخاذ قراراتهما.